في مقطع اليوم بحكي لكم حرب اكتوبر وعن شجاعة الطيار المصري اللي ضحى بكل شيء غالي عنده عشان ينصر دولة مصر في اكتوبر عام 1973، وكان عمره راح ينتهي في الوقت هذاك اللي دافع فيه، لكن على الرغم من كذا ومن خطورة الموقف إلا أنه جاهد عشان وطنه، وسبحان الله ربي نجاه من كيد أعدائه. السلام يا حبايبي يا كرام، انا دحمان ومقطع جديد. واكيد قبل ما نبدا الحلقه لازم اقول لكم لا تنسى اللايك والاشتراك والكومنت وجرس التنبيهات. جرس التنبيهات اهم حاجه، ليش؟ لانه لما انزل مقطع كثير منكم ما يجيهم تنبيهات، ما يجيهم اشعارات، لكن علاج الموضوع هذا اللي ما يجي له اشعار وهو مفعله، الغي التفعيل وارجع فعله مره ثانيه باذن الله تنحل عندك المشكله، لانه كثيرين قاعدين يقولوا يا دحمان الاشعارات ما تجينا، يا دحمان وش الهرجه وش المشكله؟ طب المشكله والله العظيم من اليوتيوب، اليوتيوب ما ادري ليش الخاصيه دي ما هم راضين يحلوها، ليش يا ابوي ليه؟ حلوا الموضوع ده الله يخليكم. وقبل ما نبدا في حلقه اليوم، ترى انا قاعد اجهز اللوكيشن الجديد، الغرفه الجديده، وان شاء الله تطلع غرفه اسطوريه باذن الواحد الاحد. اتوقع اني قلت لكم اني جالس اجهز من العيد تقريبا، بس انا كان عندي شويه كنت مشغول يا اخي، مشغول والله العظيم، فلازم اصبر عشان اقدر اسوي الشيء اللي ابغاه، وان شاء الله احسن من اللي ابغاه كمان باذن الواحد الاحد. في نهايه المقطع هذا راح اصور لكم باذن الله كل حاجه في الغرفه، فتابع المقطع الاخر عشان تشوف انا ايش سويت في الغرفه. اوكي، هيا خش الانترو. قبل نبدأ ونتكلم عن أي حاجة، خليني أحكيكم عن حرب أكتوبر اللي تعتبر الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة، وكانت من مصر وسوريا على إسرائيل، وطبعا كانت في عام 1973 في شهر أكتوبر، زي ما سموها بحرب أكتوبر عند المصريين أو حرب العاشر من رمضان. أما عند السوريين فكان اسمها حرب تشرين التحريرية، وإسرائيل سموها بحرب يوم الغفران، وكان وقتها في رمضان. طب كيف بدأت الأحداث؟ كانت قوات إسرائيل عندها مرابطة في سيناء وهضبت الجولان، وهناك تفاجأت بهجوم مفاجئ كان جايهم من جيوش المصريين والسوريين، لأنه مصر وسوريا خططوا أنهم يهاجموا الإسرائيليين، وأنه هذا الهجوم يكون على جبهتين وفي وقت واحد، وكل هذا عشان يسترجعوا شبه جزيرة سيناء والجولان اللي احتلتها إسرائيل في حرب 1997. وطبعا بعد ما احتلتها إسرائيل جلست 6 سنوات من بعد الحرب وهي محصنة المراكز حقتها في الجولان وسيناء، وانفقوا مبالغ هائلة، مبالغ عالية جدا عشان التحصينات اللي عملوها على المواقع. المهم انه المصريين والسوريين كان معاهم أسلحة وكذا، طبعا جاهم دعم بالأسلحة من الاتحاد السوفيتي، اما الأسلحة والأشياء العسكرية اللي مع إسرائيل كانت جايتهم من أمريكا. وحرب اكتوبر ما كانت مع إسرائيل لوحدهم بس، لانه كان وراهم دول كبيرة تساندهم، وعلى راسهم امريكا زي ما قلنا. المهم انه قبل ايام من حرب اكتوبر جاء خبر الاقلاع للطيارين احمد كمال المنصوري وحسن لطفي عشان يعترضوا طيارات فانتوم الاسرائيلية. وتدروا انه هذا المنصوري من يوم انه هو صغير كان يعشق شيء اسمه طيران، لدرجة انه لما كان في الابتدائي كان يكتب جنب اسمه لقب الطيار المقاتل. يعني انتوا قد شفتوا بالله يا جماعة الخير واحد من طفولته هو حلمه كبير جدا لهذه الدرجة، وانه هذا الحلم زاد وقت ثورة 1952، لانه لما كان يرفع نظره للسماء ويطالع فوق كان يشوف الطيارات وهي تطير وتقاتل، وارتبط حلمه بعدها انه لازم يلتحق بسلاح الطيران. عشان ايش؟ عشان ينتقم من الاعداء وياخذ بالثار ويدافع عن تراب وطنه. المهم انه هذول الطيارين بداوا بشغلهم وراحوا بطياره الميج 21، وكان معهم 4 صواريخ و400 طلقه. اما طيارات الفانتوم الاسرائيليه كان عددها 6 ومعاهم 48 صاروخ و30 الف طلقه. شفتوا كيف الفرق مره كبير بينهم؟ وكانوا الاسرائيليين حاطين في كل طياره طيارين، واحد يطلق ويرمي والثاني يقود. وفي البدايه وبسرعه قدر المنصوري انه يسقط قائد طياراتهم، وهنا بعد ما شافوا اللي صاروا الاسرائيليين يرموا عليه، وهجموا هجوم قوي ومندفع مره، لدرجه انه الطيارين الاثنين هذول حاولوا بكل قوتهم انهم يقاتلوا بشراسه، الين ما خلاص الوقود حق طياراتهم ما بقي منه الا حق كم ثانيه تمشيهم في الجو، وكانوا خلاص راح تكون نهايتهم الموت. لكن هذا المنصوري ما عجبه اللي راح يصير، كان عنده خيارين، يا اما انه يهبط في مكان صحراوي او انه يروح يهاجم طيارات الاسرائيليين من جديد. اما الطيار الثاني لطفي فضحى بنفسه وحول طيارته لصاروخ حي، ومن هنا راح ودمر اهداف عدوهم وفجر طيارتين من طياراتهم الـ6 ودمر نفسه معاهم واستشهد. اما المنصوري لانه كان عنده خبره في الطيارات قدر يهبط في مكانه، هنا بسرعه جت حوامه اسرائيليه وراه عشان يقتلونه، لكن المصريين اجبروها انها تهرب. لكن ما انتهت معاناه هذا المنصوري، لان المصريين عبالهم انه هذا واحد اسرائيلي، وعد الله يعينه منهم جاء ضرب قوي منهم وكسر عمود الفقري، لما عرفوا بعدين انه مصري واعتذروا منه وودوه المستشفى. وكانت مدة المعركة هذه 13 دقيقة وتعتبر أطول معركة جوية. تدروا ليش اعتبروها الأطول؟ لأنه بالعادة المعارك الجوية متوسط وقتها 3 دقائق بس. وبعد ما انتهت هذه الأحداث وخرج أحمد كمال المنصوري، كان في ندوة ثقافية استدعوه فيها، وكان وقتها يقول أنا فخور بلقب الطيار المجنون اللي أطلقوه علي الإسرائيليين، وقال أفتخر بإني حصلت على هذا اللقب الطيار المجنون وأنا أعشق تراب مصر.
وتكلم بعدها عن معركة المنصورية وحصل بعدها على الأوسمة والتكريمات ومن هذه الأمور. وتدروا أنه هذا المنصوري ساهم في 52 طلعة جوية بمدة 18 يوم وكمان في شهر رمضان، وهو الطيار الوحيد اللي نجح في أنه يهبط بالطيارة حقته على الرغم أنها كانت معطلة تماما خلاص، لكن هو الوحيد اللي سوى حركة بهلوانية في الوقت اللي كان في المناورة الجوية مع الطيارين الإسرائيليين. وبعد الحرب قال المنصوري أن المناورة حقته اسمها مناورة الموت الأخير، ويقول أنه لما حس أنه راح يموت وأنه طيارات الأعداء وراه قرر أنه يسوي هذه المناورة، لأنه ما كان يبغى يموت لوحده وكان يبغى يموت معاه هذول الأعداء. ولما نزلت الطيارة التحت بسرعة كبيرة استغربوا اليهود وتوقعوا أنه يبغى ينتحر، وقتها رفع راسه لفوق لربي وقال أنا بقاتل في سبيلك يا رب وحل أزمتي عندك، أنا كده رحت أونطة وهموت والطيارة هتتكسر. ساب اعتماده كله وثقته على الله، وقال كمان إنه بعد ما طفى محركات الطيارة وكان قريب من الأرض خلاص طلع قدامه غبار وتراب، وهنا توقعوا اليهود إن الطيارة حقته تدمرت، لكن بعد ثواني تفاجأوا كلهم إنه الطيارة حقته ترجع ترتفع زي الصاروخ لفوق وتطير ورا الطيارات حقتهم، وبعدها رمى على الطيارات اللي كانت تطارده كم صاروخ ودمرها تماما، وبكذا يكون هذا الطيار طرح طيارة قائد الإسرائيليين. وعاد بعدها صار اللي صار وحصل على لقب الطيار المجنون، وصار كمان فخر عند المصريين والعرب في وقت واحد، لأنه مثل شجاعة هذا الطيار مستحيل نلقى. زي ما وعدتكم قلت لكم حتشوفوا غرفتي وترى والله العظيم يا جماعة الخير تعبت والله يا جماعة الخير عشان نوصل للشيء هذا، وبإذن الله خلاص يعني ما بقي شيء، ما بقي إلا تنظيف الأرضيات، تضبيط الديكورات، أشياء بسيطة بس خلاص. هو الهم الكبير كان اللي هو الكهرباء يا طنين عمر السلامة، كان الهم الكبير برضو إنه المكيف، فتحة المكيف كانت أول هنا فتحة شباك، فألغيت الفتحة هذه وخليت سبليت فوق الباب عشان السبليت دائما فيه مشاكل، عاد اللي عنده سبليت عارفين المشاكل حق تقطير ما تقطير. قلت يا أبويا ما ينفع لما يقطير لي السبليت فوق المكتب، أنا بحط المكتب هنا إن شاء الله، هذه الأفياش حق المكتب مضبطها وكل شيء جاهز ومضبوط، وهذه الإضاءات حق السقف. بالله إيش رأيكم، بالله إيش رأيكم بالترتيب واللوك كده، أكون جالس أمنتج أبغى أروق خلاص أطفي اللمبات كلها أخلي هذه بس كده تكون شغالة فوق المكتب. يسعد أم الجو، يسعد أم الجو يا حبيبي، يسعد أم الجو. فإن شاء الله تطلع كده شيء مرة حلو رايق، دخول رايق فنان. وإذا حبيت إنه كده نغير برضو من اللوك شوية، أبغى الإضاءات تكون على المكان هذا، أبغى الإضاءات تكون في النص، أبغى الإضاءات تكون، لا سيبك من هذه وين ده، إيه أبغى الإضاءات تكون في الكشافات هنا على الجدار، على مثلاً خلفية التصوير حتكون زي كذا الإضاءات بالشكل هذا جداً جميلة. وهذه حتكون برضو على الشاشة موجهة إن شاء الله، حتسوي شاشة هنا. طبعاً الشيء المهم والأساسي واللي لازم تشوفوه كمان حبيبي، في ليد، في ليد يا حبيبي، إيش تحسب ما في ليد؟ لا يا حبيبي في ليد، في ليد، ونقدر نضبط لكم الجو بالشيء المناسب، نفتح اللمبات كلها وتصير هذه إضاءة الغرفة بالتمام والكمال. ما شاء الله تبارك الله، اذكر الله يا جماعة الخير، اذكر الله يا جماعة الخير، ما شاء الله تبارك الله، والله ما شاء الله تبارك الله. توزيع الإضاءات في الغرفة شيء جدا ممتع يا جماعة الخير، تبى تيجي هنا تبى تصور سناب يمديك، تبى تصور مدري ايش يمديك، تبى تصور حلقة في الخلفية يمديك، تبى في كل مكان، وكل مكان صلاة على النبي. توزيع الإضاءات ترى جماعة الخير في التصوير شيء جدا مهم، شيء جدا مهم، إذا عندك كاميرا يا واد الاحترافية والإضاءات ماي تمام في الغرفة صدقني ما راح تطلع تصويرك جيد أبدا، لكن ضبط إضاءاتك لو عندك تصور بالجوال يطلع تصويرك احترافي بين 66 حلوة. يسعد لي أمكم، يسعد لي أم التصوير الحلو ده، يسعد لي أم النور الإضاءة دي. بالمجمل شكرا لكم على كل حاجة، هذا كله بفضل الله وجودكم معي. وبكذا انتهت حلقة اليوم، لا تنسى تشترك اذا ما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات عشان تشوف حلقاتي اول باول. اشوفكم على خير.